ايش؟ انت هالوقت، انت هالوقت. طيب اتصل مرة ثانية يمكن ما هو عاشر مرة اتصل، عاشر مرة اتصل وانت ما تطلعينني. لقيته النيل، لقيته والله. النيل لا تنسى النيل. غيروا السؤال، غيروا غير السؤال. السؤال. اين يا خاتم ثاني الحرية؟ الحرية شوفي الحرية. ايوه واشنطن دي سي، واشنطن دي سي بعلبك نيويورك. شوفي هذه هذا رقم خمس، هذا رقم خمس. يلا لحظة شوي، بسرعة بسرعة بسرعة. نيويورك 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 نيويورك. كسبنا؟ لا ما دخلنا مسابقة المليون، بس ما كسبنا ما ندري. وش صار في الموضوع اللي وصيتك عليه؟ هذا هو قدامي، الساعة 12 بكون عندك. 12 بالضبط. سام المهم مثل ما قلت لكم، أنا عندي الدقة في العمل، ما هو حل مسابقات وقراية جرايد، هذا كله في بيوتكم. عندي الانضباط والدقة مثل ما قلت لكم. نوح سام، ما هي أطول بناية في أمريكا؟ أطول بناية في أمريكا أعتقد والله العالم إنها الحين سيرز تاور، لأن المركز التجاري حق نيويورك راح سيرز تاور. سيرز تاور. شكرا. عفوا. أقول أنا ما قاعد المسابقات، أنا قاعد أكتب الأوراق وأصلح شغلنا. طبعا ممتاز ممتاز. وش السؤال يا أخوي؟ اصبر شوي خليني أجمع ذا الكوبونات خليني اصبر خليني اقص هذا. السؤال يقول من هو، خلنا لحظه يلا بسرعه كل شوي. طيب هذه من هو مخرج فيلم عمر المختار؟ واحد انطوني كوين، اثنين مصطفى العقاد، ثلاثه عبد الخالق الغانم. لا لا ذا الاخير ذا سكه ما. ساعه اشوف الواحد قاعد يحاتي في تليب بمالها قاعه. نعنب بليسكم التليفون مشغول للساعه. ايش فيك معصب؟ ايش فيك معصب ورافع صوتك على اخوي؟ انت بعد يومية تتصل بجورج قرداحي صح ولا لا؟ انت ايش فيك الحين؟ ايش فيك معصب على اختي من اول ما دخلت وانت يعني ليش في شيء؟ هذه اختك في بيت ابوك، لكنها هنا حرمتي وتحت سلطتي، وبعدين اذا اتصلت على جورج قرداحي فلا اتصل من تليفوني ومن فلوسي. عندكم شيء؟ لو سمحت يا ابو سامي، اخوي سعد ضيف ولاحترامه. ما قلنا شيء، ضيف على عيني وراسي. بس نعنب بليسكم ذبحتونا بهالفواتير. انا القاها منك ولا القاها من اختك؟ هابين بهالمسابقات هب، لا عدنا القى عشاء ولا عدنا القى فطور ولا شيء. الحين هذا جزانا اللي حاطين اسمك في المليون دولار، تقعد تزعق علينا؟ عفوا اخ سعد، حطيت اسمي في المسابقه نوح بن عبد السلام. حطينا اسمك حتى نعسنا نوح الحقيقه يخب عليك، بس حطيت اسمك واسم اختي واسمي. شكيناها نشك. يا سلام. جاوبتوا على الأسئلة كلها؟ ما تشوفها الدفاتر والأوراق وهالمراجع والمعاني. عفوا عفوا أخ سعد، عفوا يعني لو أخذت من وقتك. تفضل. أي مسابقة شاركتوا فيها؟ والله حقيقة ما هي حقت مليون دولار، بس وش ترى مع كثر أنا الآن داخل كوبونات اللي حطيت اسمك فيها. مليون دولار ثلاثة نضربها في 3075 صح؟ يطلع بالريال. حقت الظاهر إنها الظاهر إن اللي شاركنا فيها حقت نصيب كول، الظاهر نصيب كول، ما هي ترى في دبي هي. لا إله إلا الله ما شاء الله. طيب تتوقع أن إجاباتكم تفوزنا؟ كل إن شاء الله ما فيه أقول لك شيء، لكل إن شاء الله صح. خفف على أخوي أبو سامي، أنا اللي أقول له يجيني البيت لأن معلومات الثقافية قوية، وبعدين حظه حلو. هاي حظه حلو، ما عمر فاز إلا مرتين، مرة بوجبة لشخصين رز بخاري، ومرة ثانية طقم كاسات بيب ضد الكسر. أقول اسمع، احنا نتكلم الحين جد، ما هو بتقعد تخمنا انت بهالسوالف. الحين ذا المسابقة اللي قاعد احلحل فيها انا ودافع فيها دم قلبي من الجهد والبحث ومسجلها باسمك، اذا فزت بمليون دولار كم تبي تعطيني الحين؟ شلون اعطيك يعني؟ شلون تعطيني؟ بس تجيك باردة مبردة، وذا البحوث وذا اللي انا قاعد مفضي طول عمري خلاص انا اعطيك 50% 50-50. زين تفضل. بس انت لو فزت كم تبي تعطيني؟ معصي. شو اللي معصي؟ أنت قاعد، أنا اللي قاعد أدابت أنا بذا البحوث وذا، تجي تأخذها باردة مبردة. ما شاء الله عليك، وتليفونات والكهرباء وبيتي وقاعد وبأسرح بلاش. خلص إذا الدعوة فيها 50-50، 50% هنا إذا ربحت وأنت 50%. اتفقنا خلص، وهذه أختي شاهدة. وأنا مالي شيء؟ وأنا ما كفيت يا بعد عمري.
يعني مش بس وقح هو جريم في نفس الوقت. لا هذا مو بيسمونه جرأة، هذا اسمه نفاق اجتماعي مصحوب بشوي غزل. وين كوبونات المسابقة؟ لازم الحساب يكون 250 ريال. لازم يكون 250 عشان الواحد يسجل. ضايع علامة صح على المربع رقم واحد. صح. أي. طيب. الكوبون اللي معاكي نفس الكوبون؟ أي نفس. أوكي. المربع اثنين والله أشك من عارف غلط ولا ما أدري. ألو مرحبا هلا. نعم. نعم مازن نوح عبد السلام. نعم. والله العظيم. قل قسم. ما؟ قلم؟ تفضل. ايوه. يا رجل لا يكون في الملابس انا مزح ولا العرقات دي. والله العظيم. ايوه. معك. معك. سم. والله العظيم. الله يسلمك. لا طيب. مليون دولار يا أخوي. مليون دولار مرة واحدة. بس ما أدري يعني ربحنا وما ربحنا. ماني فاهمة كيف. من اللي متصل؟ هذولي شركتهم اللي أنا كلمتهم يقولون رجلك. شفتي القدر؟ شفتي القدر؟ رجلك هو اللي فاز فيه. حبيبي حبيبي حبيبي. أي شركة؟ شركة ما أدري والله إيش قالوا لي مع الطجة نصيب كول هذا بشوفيه. بس هذه الشركة في دبي؟ أكيد بيصير عندهم فرع في الرياض. خير خير وين رايح؟ بتصل في زوجي بعد عمري. ما بقوله أتصل في زوجي بعد عمري. لا تصير مخفة خالتي، لا تصير مخفة. هذا مليون دولار. هذا مليون دولار. خلينا نشوف وش حنا عليه. خلينا نشوف 50-50 هذه وين تبي تروح علينا 50-50. ليش انت خايف من نوح؟ انا ماني بقول خايف، لكن انا اللي اقول انه الرجال ما يوثق فيه. لا والف لا يا سعد، انت ايش قاعد تقول؟ اسمعي كلامي، اسمعي كلام اخوك واترك عنك الكلام العاطفي الفارغ. افهمي تفكير الرجال. الرجال أول ما يجي معه قارش قارشين أول شيء يفكر فيه العرس. افهمي. لا تلعب بدماغي يا سعد، هذا زوجي بعيالي، ما أقدر أخبي عنه شيء. افهميني، أنا ما قلت تخبين عنه شيء أصلا. كذا ولا كذا اليوم ولا بكرة يبي أدري. أنا ما بس أقول يعني أعطيني فرصة خليني أعرف أفكر شلون أقدر أضمن حقي الفيفتي فيفتي. ليش زوجي حرامي؟ ما رح يعطيك حقك؟ لطيفة يا أخ سعد، أنا أحد زملائي في العمل وأنا طالع قال جاني تليفون اتصال جاني كل دولي. إيش بلاك الله يسلمك. المحبة الله يعني. المحبة من قلب. يقول اتصل علي أحد اتصال دولي، فهل في أحد اتصل علي جاني اتصال شيء؟ ما اتصل. ما يعني جاني اتصال ولا ما جاني اتصال؟
مو بنت. ما لا هذا بعدين، هذا بعدين. بس في اتصال جانا ولا ما في اتصال؟ ايه هم اتصلوا فينا. اتصلوا من هم؟ اتصل فينا احد يعني؟ وشو في فوز في شيء؟ الشركة. لا تقولوا لي حق الرز البخاري. لا وش وجه؟ مليون دولار فزت فيها انت باسم نوح بن عبد السلام. نعم انا فزت بمليون دولار. مليون دولار حق دبي. نعم. لا اله الا الله ويا ربي ربا. اسمع، حسب الاتفاق اللي بيننا 50-50 ولا ترى ما نقبل لا يا حبيبي يا سعد، لا تطمع. تبي تاخذ نص مليون على الفاضي؟ هي فوضى. لا يا حبيبي العب غيرها. قلبت علي. انا بأسألك لطيفة هالحين، حنا في موضوع هالجائزة، وش اتفقنا مع اخوك؟ وش قلنا له؟ انت قلت له 50%، بس بصراحة هذا كثير. المليون دولار هذه ما تكفي، احنا ورانا تكاليف ومتطلبات كثيرة. الا وش عندنا مو متطلبات؟ انا اقول لك، بنشتري فيلا بمليون ونص، وبنشتري سيارة لك وسيارة للعيال وسيارة لي بنص مليون. كم صاروا؟ مليونين. وبنخلي مليون نستثمرهم في البنك، صاروا كم؟ 3 مليون. بيبقى عندنا 750، هذه مصاريف لنا نستمتع فيهم ونسافر. أنا لي اقتراح بالنسبة للمليون اللي بنستثمرها في البنك. أنا أقول ناخذ فيها أرض في الشمال في طريق الملك عبد العزيز كلها كم سنة ويضرب سعر المدن. هذه واحدة. معناها إذا هذه متطلباتنا لازم أخوك يطلع برا. ما نعطي، نعطي 100,000 ريال، وإذا اعترض نعطي 150,000. نفتح له ونخلص سجنة. هذا هذا أخوي وأنا عارفه زين. أدري إنه أخوك، بس خلنا نفتح له ونخلص. أخوك يعني لازم أفتح. وين رايح؟ طيب وينكم يا رجل؟ وينكم؟ 3 أيام وأنا أرن وأطق وأرن وأطق. أختي فيها شيء؟ لا لا لا، أختك ما فيها شيء أبداً. وراكم طيب ما تفتحون الباب؟ جالسين نناقش بعض القضايا العائلية اللي أنا أمر فيها أنا وأختك. كان الموضوع